في إطار الحفاظ على صحة أطفالنا، أعلن سدرة للطب عن مد ساعات العيادات الخارجية خلال المساء مع إطلاق خدمات طبية لطب الأطفال الخاصة. أكيد راح يبدأ الافتتاح المرحلة للعيادات المسائية مع إطلاق استشارات الجراحة العامة وطب المسالك وطب الأنف والأذن والحنجرة. فعلشان نتعرف على هذا الموضوع بشكل مفصل نشوف معاكم هذا التقرير ولنا عودة بإذن الله. مع التزامات العمل والأسرة والمدرسة التي قد لا تتوافق للأوقات المعتادة للعيادات النهارية، أعلنت سدرة للطب تمديد عمل العيادات الخارجية إلى المساء، جزء من استراتيجية سدرة للطب لتوفير خيار إضافي للعائلات في قطر لتقديم خدمات متاحة في فترات زمنية مناسبة، عدم الاضطرار على التغيب عن المدرسة أو عن العمل خلال النهار، بالإضافة إلى رعاية صحية أضمن وأقوى. من المقرر أن تفتح هذه العيادات خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة 3 إلى 8 مساءً. سدرة للطب سيوسع العيادات المسائية خلال الأشهر القادمة لتغطية مجموعة واسعة من الخدمات، منها خدمات الأطفال، خدمات النساء، استشارات الجراحة العامة، طب المسالك وطب الأنف والأذن والحنجرة. سدرة للطب عنوان الالتزام لتوفير رعاية وسلامة عالية الجودة لعائلات أكثر صحة وأكثر سعادة. مشاهدينا الكرام، للوقوف على آخر وتفاصيل أكثر حول الخدمات التي تقدمها العيادات المسائية في مركز سدرة للطب، يسرنا أن يكون معنا الدكتور فيصل عبدالقادر وهو رئيس قسم الأطفال لجراحة الأنف والأذن والحنجرة بمركز سدرة للطب. حياك الله ويانا ومساك الله بالخير. الله حياكم الله بالخير وشكرا لاستضافتنا ومساء الخير للمشاهدين جميعا. الله يابك دكتور أنف وأذن وحنجرة. قبل ندش في المواضيع اللي نبيها، الجيوب الأنفية تعبت معها الجو يا دكتور. اي نعم والله. شوف اخوي، الطقس هذا الموجود جاء على مضر جدا للجيوب الأنفية ولكل الشعب الهوائية لكل الناس، فلذلك يعني انصح باول شيء توصي الحذر. اوكي. ثانيا انصح الناس جميعا ان اللي عندهم خاصة الجيوب الأنفية يستخدمون تنظيف الأنف بشكل دائم، اللي هو يسمونه ماء البحر، اللي هو عبارة عن ماء وملح اللي يسمى في سيلاين دوشز، اللي يستخدم لتنظيف الأنف، اللي هو تقريبا مثل الوضوء 5 مرات في اليوم اللي هي فيها نظف خشمنا، لكن هذا يساعد دائما انه يطلع الافرازات والغبارات والاشياء اللي موجوده. ان شاء الله بيساعدكم ان على الطقس ان نستحمل هذا ونتوصل حذر، يعني لو الطقس زايد يعني ما نطلع الا للضروره، وإذا زادت لازم تشوف طبيب. يعني عندك أي مشكلة جيوب أنفية، ربو، مشاكل صدرية، اقعد في البيت. يعني مو بتقعد في، مو بالإلزامي، لكن توصل حذر، يعني نكون عقلانيين، إذا للضرورة نطلع، إذا في شيء لازم نسويه لازم نسويه، لكن نتوصل حذر، خاصة لو أنت عندك عرضة أنك تصاب بهذه الأشياء، لأن لازم تدير بالك يعني. أو يوم نطلع ممكن نلبس الكمام بعد، نرجع للكمام. الكمام يس يا ظهر ما فيه مفر منه يعني. دكتور يعني في البداية خلنا نتكلم عن سدرة للطب وإطلاقكم طبعا للعيادات المسائية، خلنا نتكلم عن العيادات المسائية وشنو أبرز هذه العيادات اللي تم افتتاحها وإطلاقها. أوكي. الحين سدرة للطب قامت بهذا المشروع بافتتاح بعض الخدمات لطب الأطفال الخاصة إن شاء الله على مراحل. ابتدت المرحلة الأولى من يومين، وهذه ابتدت في التخصصات الجراحية ل3 تخصصات، اللي هي جراحة الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة المسالك البولية. إن شاء الله على مراحل معينة قبل نهاية السنة إن شاء الله بيكون معظم التخصصات الطبية وحتى النسائية بيكون في عيادات مسائية، اللي هي تبتدي من الساعة 3 مساء عصرا إلى الساعة 8 مساء. الهدف ليش سدرة للطب ابتدت في هذا المشروع، هو بصراحة سدرة للطب قامت تسمع آراء الناس، إيش هي أكثر التحديات اللي تواجههم اللي يجون المستشفى، وبنفس الوقت
قمنا ببعض الدراسات اللي هي ليش الناس تتخلف عن المواعيد الطبية اللي تكون متوافرة لهم، وكان السبب الرئيسي اللي الناس تكلمت عنه إن هم التزامهم في الدوام الرسمي. فأنت عندك مثلاً لو طفل يحتاج إنه يجي لموعد في المستشفى، لأما الأب أو الأم يضطرون يتركون الشغل، وكذلك إن الطفل يستأذن من المدرسة، أوكي، ليحضرون عشان يجون هذا الموعد. وإذا جاءوا هذا الموعد تعرف المستشفيات دائماً لين يوصلون وتبارك وينطرون لين يشوفون الدكتور، فاليوم كله ضاع. فكان أكثر شيء من الفيدباك اللي خدناه من المراجعين إنه هل ممكن في طريقة أو فرص ثانية نقدر نشوفكم خارج الأوقات الرسمية. فكان هذا السبب الرئيسي ليش إنه سدرة ابتدت تسوي هذه العيادات المسائية. فإن شاء الله الحين في مراحلها الأولى على قبل نهاية السنة مثل ما قلت معظم التخصصات بتكون فتحت، وبناء مع الوقت بنقوم بدراسات نشوف هل فعلا هذا أدى إلى أن الناس تقدر سهولة وصولهم لنا وسهولة تعاملهم مع المستشفى. لكن اللي اليوم عرف هذا الخبر كيف ممكن يستفيد من هذه الخدمات؟ آلية الحجز أو طريقة الحجز للعيادات المسائية هل لها طريقة معينة، آلية معينة؟ يس، الطريقة سهلة جدا، ممكن من الأسهل الموجودة في قطر. أوكي، هو في على الموقع الخاص، الموقع الإلكتروني الخاص لسدرة، وفي الخط الكول سنتر اللي هو أعتقد ممكن تحطونه على الشاشة. الأهل ممكن دايركتلي بدون تحويل يتكلمون مع المركز مع الكول سنتر ويطلبون موعد في عيادة معينة أو موعد مع طبيب معين، وبناء على الأفيلابيليتي الموجودة للطبيب أو للعيادة إن شاء الله بيحجزوا لهم موعد إن شاء الله في فترة مناسبة. طبعاً الحين طبعاً بس هذا الخط الساخن على الشاشة 400-333-333 ممكن إنه يحجزون عن طريقه، ممكن يحجزون عليه، يتصلون يطلبون العيادة المعينة. الحين حالياً ابتدينا إحنا فقط بالثلاث أقسام اللي تكلمتكم عنهم، الجراحية اللي هي جراحة الأنف وأذن وحنجرة، وجراحة الجراحة العامة، وجراحة المسالك. مع الوقت معظم الأقسام إن شاء الله بتكون بتفتح، سواء كان باطنية أو جراحية أو نسائية بتفتح عيادات مسائية، وممكن لهم يتواصلون عليها. انت عاده يوم يحولونك من مستشفى لمستشفى، يوم يجي تحويلات للمستشفى سدرة او حتى اي مستشفى اخر، يكون لازم يشوفونك في المراكز الصحيه، او الدكتور يشوفك ويسوي لك تحويل، او يشوفك في مستشفى خاص او طبيب خاص ويسوي لك تحويل. الحين بهذه الطريقه ان شاء الله نحاول اوكي ان نسهل للمرضى طريقه الوصول للعلاج. نعم، يعني من خلال ملاحظاتكم، من خلال حضور اولياء الامور للعيادات، شنو اكثر العيادات اللي تحسون عليها ضغط من خلال او من قبل اولياء الامور على اساس ان فتحتوا فترات مسائيه ايضا؟ اوكي، شوف السؤال هذا، يعني العيادات الخدمات الطبيه في الدوله كلها، في قطر او في حتى في دول العالم كلها، عليها ضغط كبير، ودائما في مواضيع الإعلامية، وتلاقي دائما الناس إنه يشتكون متى المواعيد وليش تأخرت المواعيد في كل دول العالم. لكن مو بهذا السبب الرئيسي اللي سدرة سوت فيه عيادات المسائية. يعني نحن لم نفتح العيادات، سدرة لم تفتح العيادات المسائية حتى تقلل الضغط عن العيادات خلال اليوم. لا، بالعكس، العيادات خلال اليوم بتتم تشتغل بنفس الطاقة الاستيعابية اللي موجودة. الهدف الرئيسي من العيادات المسائية هي إعطاء فرصة للأهل والأطفال يقدرون يوصلون للخدمات الطبية بطريقة أسهل، أو نعطيهم خيار ثاني أحسن. لكن بالنسبة لأي عيادة لها عليها ضغط، فأعتقد أن معظم العيادات عليها ضغط. دكتور، يعني كونك رئيس قسم الأطفال لجراحة الأنف والأذن والحنجرة، ممكن الأمراض الشائعة بالنسبة للأطفال الناس تكون على دراية، والله مثلا الطفل ارتفعت درجة حرارته ممكن يعرفون السبب ولا كذا، ولكن لما مثلا تكلم عن الأذن، عنده مشكلة في الأذن، فهني ممكن يصير في خوف وقلق، وطبعا على طول يروحون للطوارئ. لكن شن هي أكثر الأمراض شيوعا بالنسبة للأطفال بجانب الأذن؟ أوكي، حضرتك قلتها، اوكي، الاطفال بشكل عام في عندنا انبوب يوصل للانف بالاذن اسمها قناه ستاكس، هي تعادل الضغط في الاذن الوسطى. هذه القناه ما تشتغل عدل عند الاطفال لين سن 7 سنوات. فالاطفال ايا جاهم
رشح زكام فايرال انفكشن او احنا نسميه التهاب الشعب الهوائيه العلويه اللي هي upper respiratory tract infections، مع اي التهاب مع اي فيروس ممكن يجي لهم التهاب في الاذن او الاحتقان في الزور او احتقان في اللحميه. فعاده هذا اتس فايرال انفكشن بيكون فترته بسيطه، اوكي، قد يحتاج انه يتعالج ميديكلي بمضاد حيوي او شيء، او قد ما يحتاج انه يتعالج، ومع فتره قصيره ان شاء الله بيروح بروحه. الحين احنا كقسم جراحه كجراحين احنا ما نتدخل في هذه الاشياء، هذه معظم هذه الالتهابات الاذن عاده تتعالج في المراكز الصحيه او مع الاطباء الاطفال، اوكي، لكن يوم يجون للقسم الجراحي اوكي احنا نتدخل اذا حسينا ان الطفل يعاني من التهابات متكرره في الاذن، يعني مثل 6 أو 7 مرات في السنه وتجي معها حراره وتؤدي الى ان الولد تغيب من المدرسه وان حاسين ان سمع ماله نازل، سحزتها احنا نقوم ننصح ان نسوي لهم عمليه جراحيه. لكن مثل ما قلت اكثر شيء كومن اللي يجينا احنا ودائما الاهل متخوفين منه وانا بطمنهم انه شيء ما يخوف واتس فيري كومن اللي هو التهاب الاذن الوسطى مع وجود ماي خلف الطبله. فمعظم الناس يجونا والله يا دكتور قالوا لنا ان في ماي خلف الطبله ان الولد ما يسمع. انا اطمنكم لا، ان الولد اوكي ممكن يكون السمع نازل شوي لكن الولد يسمع وهذا شيء غير طارئ، وانصح انه يعني حتى حاولوا تفادوا جراحين انه لما تشوف الجراح بيحط لك عمليه، يعني معظمهم ان شاء الله على سن 7 سنوات هذه الاشياء كلها تروح من عند الاطفال وينمون بشكل طبيعي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ويعني الله يبعد عنا وعن كل المسلمين كل مكروه باذن الله. الله يعطيك العافيه، طبعا ما قصرت على حضورك الدكتور فيصل عبد القادر، وانت رئيس قسم الاطفال لجراحه الانف والاذن والحنجره بمركز سدره للطب، شكرا لك وما قصرت. شكرا.